حملوا ما استطاعوا من ممتلكاتهم فارين من نيران المعارك في بلادهم. إنهم آلاف اللاجئين الأثيوبيين الذين وصلوا إلى السودان إثر احتدام الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن آلاف اللاجئين الأثيوبيين وصلوا الأراضي السودانية حتى الآن. أي زول جاي من بلده شايل له الهدوم اللابسة بدي بس. أساساً دايرين يشتتونا. ما دايرين أي أثيوبي من تيغراي دي، ما دايرين أي زول. بدوره أعاد السودان فتح مخيم أم ركوبة بولاية القضارف، وتقول الخرطوم إنها تعمل على تحديد أماكن أخرى لاستضافة اللاجئين وفقاً للأعداد الوافدة. الأعداد وصلت ل 11,000 ومتوقع إنه تصل ل 20، ومتوقع إنه تصل لأعداد أكبر. فإحنا إن شاء الله يعني حنزور المواقع دي وحنحدد المواقع دي وحنرتبها إن شاء الله وفق القانون الدولي بتاع اللجوء. دايرين نشوف الخطط الرامية باستضافة هؤلاء الناس، إنشاء معسكرات بالنسبة لهم، وتوفير الخدمات الإنسانية بالنسبة لهم في شكل خدمات صحة، تعليم، مياه وأمن. ولا تزال تدفقات اللاجئين إلى ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين مستمرة مع اشتداد المعارك في تيغراي، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية قد تضاعف من معاناة المدنيين. نورنا السيد الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الولاية منذ البداية، بإجراءات إغلاق الحدود وإجراء مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد وصول اللاجئين، وأطلعناه على الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الولاية الخاصة بتحريز المعسكر، معسكر الاستقبال، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفارين من الحرب. بدورها وضعت الأمم المتحدة خطة طوارئ للتعامل مع نحو 100,000 لاجئ متوقع وصولهم في حال استمر الصراع في تيغراي، لكن المنظمة الدولية أكدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقديرات الأعداد التي يمكن أن تصل إلى السودان من إثيوبيا.